رغم صمتها إلا أنها تؤثر في العقول بل وتحرك الأذهان. هذه هي الألوان التي رسم بها رجل الأعمال مهمة جانسز لوحة مشروعة في تأسيس شركة تعنى بأصباغ الشعر قبل 21 عام. منتجات ليلا كوزماتيكس تنتج في ديار بكر التركية، ومنها تنطلق إلى 55 دولة حول العالم، وللعراق حصة مهمة من هذه المنتجات. نحتفل بمرور 21 عام على تأسيس ليلا كوزماتيكس، وقلنا فلنحتفل مع وكلائنا وشركائنا بهذه المناسبة ممن حضروا من 21 دولة حول العالم. مهرجاننا في السنة 2024 حاضر ما يقارب 18 دولة، ما يقارب 200 شركة، وبالعراق بشكل خاص أكثر من 20 شركة متواجدة معنا في هذا المهرجان. نستهدف في هذا المهرجان تعريف منتجاتنا وألوان الجديدة للصبغة، ونحدد الموضة لعام 2024، ألوان الموضة للسنة الجديدة، وبالإضافة لأنه هو تكريم للوكلاء في الدول حقق لنا هذا النجاحات. بالإضافة لأننا نحن نعمل مع أكثر من 55 دولة في العالم. صبغتان في كل ثانية، رقم قياسي في المبيعات أعلن مهمة جانسز خلال مهرجان سنوي نظم في مدينة أنطاليا التركية للاحتفال مع وكلاء من مختلف دول العالم وللتعريف بتطور منتجاتها من الصبغات والملحقات وألوان الموضة لسنة 2024. ليلا بكس تطور تقريبا، انا شفت كل سنه عندها تطور معين، فنحب نحضر نشوف هذا التطور ونلقى احنا بدورنا ننقله لبغداد. هالسنه الصبغه ضايفين لها زيت الارغان الصبغه معينه، وللبلوندر ضايفين زيت الزيتون والجوبابا، هذين اثنيناتهم يساعدون ان الشعره ما تحترق، وهذا شيء مهم بالنسبه للحلاق. شركه ليلا بكس شركه عريقه وفيها البلوندر ليلا بكس و الأوكسيدان وأنواع الصبغات، وكلها مجربة منذ يعني أكثر من 20 سنة إحنا نشتغل بها، والسوق العراقية والسوق بغداد أكثر شيء يستخدمون البلوندر والأوكسجين والصبغات. وبلشنا نحدث بها، نزلنا أصباغ الشعر والسبراي الشعر، وصار لها فصد حلو داخل بغداد ومحافظات طبعاً همينة اللي خارج بغداد. فعاليات عدة أقيمت في ليلا فيست 2024، أبرزها مسابقة تنافسية لأجمل وأسرع حلاقة للشعر، وقد حازت ابنة الفيحاء الكوافيرة رشا فيصل على المركز الأول في هذه المسابقة التي تنافست فيها 21 دولة في المهرجان. طبعاً ما أحكيكم مش قد مرتاحة اليوم ومتونسة، لأن على التوالي هاي السنة الثالثة الفوز، لأنه الحمد لله وشكر إحنا مواكبين الحدادة بالصبغات والقصات والتسريحات. جودة تستحق التجربة، هكذا عبر مستخدمو منتجات ليلا كوزماتيكس عن تجربتهم في هذا الحدث المميز.